أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القواسم من محافظة قنا. طبعاً يعني حدث جديد من ضمن أحداث واقعة اغتصاب فتاة فرشوط، الواقعة التي حدثت عام 2018 واتهم فيها ثلاثة من شباب مركز فرشوط بمحافظة قنا بالخطف والشروع في القتل واغتصاب فتاة، والتي عرفت إعلاميا باغتصاب فتاة فرشوط. الحدث الجديد طبعا بعد الحكم بإعدام الشباب الثلاثة، يعني خفف الحكم لأحد المتهمين من الإعدام إلى 15 سنة. معنا طبعا سيادة المستشار محامي المتهم الذي خفف عنه الإعدام، هنتعرف به ونتكلم عن حيثيات الحكم. محمد عز الدين سعدي، المحامي من فرشوط. اهلا وسهلا بك. اهلا معالي المستشار. اولا نكلم المتابعين عن الواقعه الاول محل القضيه. هو بدايه النيابه العامه اتهمت المتهمين الثلاثه في غضون عام 2018 بارتكاب جرائم الخطف والشروع في القتل والمواقعه بالاقراء وهتك العرض والاحتجاز واحراز الاعدام، الا ان المتهم الثالث انتفت في حقه جميع هذه الجرائم الا جريمه واحده هي التي كانت ثابته بالاغراض. ورغم ذلك راحت محكمه نجا حمادي لتقضي بالاعدام عليهم جميعا على حد سواء. الثلاث متهمين بالضبط على ثلاث متهمين رغم مخالفة ذلك للقانون، وأصدرت حكمها الطعين بتاريخ 25/8/2020، وأوكل إلي الدفاع عن المتهم الثالث لتولي مرحلة الدفاع عنه أمام محكمة النقض ولإعداد المذكرة، وبالفعل قمنا بإعداد مذكرة طعن بالنقض أودعت في الميعاد القانوني وهو 60 يوما، وقمنا بإيدائها بتاريخ 14/10/2020. وتضمنت من الأسباب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسليم والإخلال بحق الدفاع والتعسف في الاستنتاج. وكان وجه استدلالنا بالنسبة للسبب الأول وهو الخطأ في تطبيق القانون هو أن محكمة نجا حمادي أنزلت عقوبة الإعدام على المتهم رغم عدم ثبوت التهم قبل هذا المتهم. وبالفعل حددت محكمة النقض المصرية جلسة 18/10/2023 لنظر هذا الطعن، وبالفعل قبلت المحكمة الطعن لتنقض الحكم ولتقوم بتعديله من الإعدام إلى 15 سنة بالنسبة للمتهم الثالث لعدم ثبوت هذه الجرائم قبله. يعني المتهم الثالث اخذ 15 سنه بدل الاعدام. بالضبط مظبوط. التهم نسبت الى المتهم الثالث يعني بخلاف المتهمين الاولانيين. لا طبعا، هو اسندت النيابه العامه جميع التهم للمتهمين الثلاثه وعاقبتهم محكمه نجا حمادي عن جميع التهم لكون التهم جميعها عقوبتها الاعدام، اما التهمه التي كانت ثابته في حق المتهم الثالث عقوبتها السجن. لذلك أخطأت محكمة نجا حمادي حينما أنزلت العقاب عليهم جميعا بالإعدام. فقضت المحكمة العليا محكمة النقض المصرية بتعديل الحكم ونقضه وإنزال العقوبة من الإعدام إلى السجن. إيه اللي خلى العقوبة نزلت من الإعدام على المتهم ده إلى السجن؟ لانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم والمقدم بها للمحاكمة الجنائية اللي هي جريمة الخطف وجريمة الشروع في القتل وجريمة الاحتجاز وجريمة إحراز الأداء وجريمة المواقعة بالإكراه. تمام، هل المتهم ما عملش حاجة فيهم ولا عمل؟ ما عملش أي حاجة من دول طبعا، وبعدين اللي ثابت بالأوراق المحكمة تستقي الحقيقة
من مطالعة الأوراق، فالمحكمة متجردة تماما من العاطفة ومن المشاعر، وليس لها علاقة بالرأي العام، إنما تقوم بتطبيق صحيح القانون وتقوم بالقضاء وبالحكم بالعدل وبالحق. حضرتك الثلاثة اللي خطفوا الفتاة وقاموا باغتصابها فيهم اثنين اخوات؟ طبعا الأول والثالث. الأول والثالث. والثالث يعني حضرتك اللي هو خف عنه أحد أخيه، أحد المتهمين اللي هو يعدم؟ لا مش أخيه، مش الأخوات. أخي يعني أحد الأخوات. هو المتهم الأول والثالث أشقاء. تمام، مين اللي خفف عنه؟ اللي خفف عنه المتهم الثالث، أما الأول والثاني لم يخفف عنهم الحكم، بل أيدت محكمة النقض الحكم عليهما ونقضت طبعا وعدلت العقوبة من الإعدام إلى السجن بالنسبة للمتهم الثالث. يعني أحد الشقيقين أخذ 15 سنة والثاني خد إعدام. بالضبط. عايزين نذكر المشاهدين كده بيعني أحداث الواقعة دي اللي حدثت في 2018 كده. لا هو سعادتك طبعا يعني نذكرها بالأحداث زي ما قلنا أن النيابة العامة أسندت جرائم كذا وكذا وكذا للمتهمين. تمام. أما الأحداث يعني معلش ما هي الجرائم المقدم بها المتهم للمحاكمة، المتهمين للمحاكمة الجنائية. تمام. اللي هو الخطف. الخطف مقدمين. الخطف. كان المتهمين الثلاثة مقدمين للمحاكمة الجنائية بتهم الخطف والشروع في القتل وهتك الأرض والمواقعة بالإقرار والاحتجاز وإحراز الآداب. دي كانت التهم المنسوبة للثلاثة. الست تهم دول كانت منسوبين للثلاثة. بس المتهم الثالث لم تثبت في حقها هذه التهم. لذلك محكمة النقض نقضت الحكم لكونه شابه القصور في التثبيت وشابه الخطأ في تطبيق القانون. يعني فندم هو الولد ده ما عملش حاجة، ده اللي عايزين نوصله، ولا عمل وآخر 15 سنة؟ يا فندم الكلام واضح وصريح. احنا بنقول انه المحكمة ارتأت ان المتهم الثالث لم تثبت في حقه او قبله هذه التهم. ما خدش ليه براءة؟ طيب طالما كده قلنا لانه المحكمة رأت ثبوت احد التهم في حقه وهي تهمة هتك العرض، وعقوبتها في القانون المصري السجن وليس الإعدام. هي بالعقوبة اللي هي 15 سنة؟ 15 سنة لحد حد عزوة. دفوع حضرتك كانت ايه في الطعن؟ احنا استندنا للخطأ في تطبيق القانون، واستندنا للقصور في تسبيب الحكم، واستندنا للفساد في الاستدلال وتعسف الحكم في الاستنتاج ومخالفته قاعدة تساند الأدلة. بالنسبة للخطأ في تطبيق القانون، فبالنسبة لحضراتكم انا وضحت وجه الاستدلال واضح وصريح، وهو أن محكمة نجا حمادي أنزلت عقوبة عن جرائم لم تثبت في حق المتهم. وجه الاستدلال بالنسبة للسبب الأول وهو الخطأ في تطبيق القانون، وجه الاستدلال واضح وصريح، وهو عدم ثبوت الاتهام قبل المتهم الثالث. حضرتك لما مسكت القضية هل كنت متوقع أنك أنت هتقدر تطلع المتهم الثالث؟ طبعا كنت. الحكم الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لي أنا كمحامي كان ظاهر وكان واضح، وكان واضح أنه في قصور في التسبيب. لذلك أنا قبلت هذه القضية ولتحقيق العدالة لكون العقوبة لابد أن تتناسب والجرم. حضرتك كنت محامي للمتهم ده ولا المتهم وشقيقه برضه؟ كنت محامي للمتهم وشقيقه الأول والثالث. قدمت طعن لشقيق المتهم؟ الطعن الذي قدم للإثنين معا، وعندما نقض الحكم ذاته الصادر ضد المتهمين الثلاثة. أيدت محكمة الأول؟ إنما محكمة النقض عندما تصدت لموضوع الدعوة أيدت الحكم على الأول والثاني وعدلت الحكم بالنسبة للثالث. هل كان في مفاجأة من المتهمين؟ نعم. كان في مفاجأة اتفاجأوا مثلا المتهم الثالث اتفاجأ أنه تعدل له الحكم 15 سنة؟ طبعا أكيد طبعا انبسطوا، وأكيد طبعا فرح لأنه العقوبة الأولى كانت ظالمة بالنسبة له. وأما العقوبة الحالية فهي التي تتناسب والجريمة الثابتة في حقه. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، طبعا عرفنا حيثيات قبول الطعن
في المتهم السادس بعد تقديم طعن لمحكمة النقد، تأيدت الحكم الإعدام على المتهم الأول والثاني، فيما يعني قبلت الطعن وتخفيف العقوبة من الإعدام إلى 15 سنة للمتهم السادس. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.